الصور اللي قدامك دي هي صور حقيقية من كوكب المريخ، تحديداً جزيرو كريتر، مكان هبوط المركبة الجديدة بيرسيفيرنس اللي مهمتها الأساسية هي جمع عينات من سطح الكوكب الأحمر والبحث عن أي آثار بيولوجية لحياة على المريخ. لو ركزت أكتر في التجمع الصخري ده هتلاقي شيء فضي لامع بين الصخور، كأنه جزء من شيء مدفون جوه الصخور أو متغطي بطبقات منها بمرور الزمن. الحقيقة أن يوم 15 يونيو اللي فات أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا والفريق العلمي المسؤول عن المركبة بيرسي عن سر الصورة العجيبة دي اللي انتشرت على مستوى العالم في ساعات قليلة، واللي وصل فيها خيال متابعي المركبة وصورها على الموقع الرسمي إنهم يعتقدوا إنها بقايا حضارة قديمة مدفونة تحت طبقات المريخ، وبفعل الرياح القوية اتكشف جزء منها. لكن الحقيقة إن الموضوع غير كده تماما، فالجزء المعدني ده ما هو إلا بقايا الدرع الحراري أو الهيت شيلد اللي تم استخدامه أثناء هبوط المركبة بيرسي خلال الغلاف الجوي لكوكب المريخ، وده كان شهر فبراير اللي فات، عشان تقدر تتغلب عن الحرارات المتولدة بسبب الاحتكاك وقت الهبوط في الغلاف الجوي واللي بتوصل لحوالي 2000 درجة مئوية. ونتيجة لنشاط الرياح على كوكب المريخ قدرت قطعة المعدن الخفيفة إنها تطير خلال الغلاف الجوي وتوصل لبعد 2 كيلومتر عن موقع هبوط المركبة في دلتا جزيرو كريتر. فجزيرو كريتر تعتبر دلتا لنهر مائي كان بيجري على سطح كوكب المريخ من أقل من مليار سنة، ونتيجة لوجود نهر جاري جوه دلتا بالشكل ده بدأت تتكون طبقات رسوبية بمعدل سريع بمرور ملايين السنين. وبالتالي هدف المهمة الحالي هو دراسة الطبقات الرسوبية دي، لأن احتمالية أن الطبقات الرسوبية يكون فيها حفريات من كائنات قديمة عاشت على سطح كوكب المريخ وقت ما كان جنة المجموعة الشمسية هو شيء وارد جدا. فبالرغم من أن المركبة بيرسي مزودة بكل الأدوات العلمية اللي تخليها عبارة عن معمل متحرك، إلا أنها برضو مزودة بجهاز لتجميع عينات صخرية من كوكب المريخ عشان تبدأ تحفر وتجمع العينات اللي هيوصل عددها ل 43 عينة من أماكن متفرقة في منطقة جزيرو كريتر، عشان يتم التخطيط لمهمة عودة عينات كوكب المريخ لمعامل كوكب الأرض سنة 2030 في مهمة مشتركة بين وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية إيسا. بل إن كل العينات اللي هترجع للأرض هيتعمل لها تحليل للنظائر عشان نقدر نحدد نسبة الديوتريوم للهيدروجين، بالإضافة لنظائر الأكسجين وعناصر تانية كتير منتشرة على سطح الكوكب الأحمر، عشان النظائر دي بيكون ليها دور مهم جداً في إجابة أسئلة كتيرة بتواجهنا في دراسة جنة كوكب المريخ اللي تحولت بالكامل لصحراء جافة ومرعبة لسبب مجهول. أولهم هو عمر الصخور ومعرفة أصل تكوينها، إن كانت فعلا رسوبية نتيجة لنهر كان بيجري في المنطقة دي من مليار سنة، ولا صخور نارية نتيجة لثوران البراكين على كوكب المريخ. ومن خلال العينات دي هنقدر نعرف تاريخ كوكب المريخ المناخي على مدار مليارات السنين، وبالتالي هنبدأ نوصل لتركيب المية على الكوكب الأحمر إن كانت ملحة أو عذبة، ولو كانت بالفعل دعم للحياة ولا لأ. ونتيجة لدراسة المناخ وتاريخ المياه على الكوكب هنقدر نرسم خط زمني بيوضح الظروف اللي تكونت فيها جيولوجيا الكوكب الأحمر وإزاي كان مصيرها للشكل المرعب اللي وصله الكوكب في وقتنا الحالي، بالإضافة لأننا هنعرف عينات رواسب الكربونات في الدلتا وإزاي تكونت عن طريق تفاعل الأوليفين مع المية، لأن الأوليفين في الطبيعي بيكون ليه كذا تركيب كيميائي وفي الغالب بيكون ناتج من الصخور النارية لما تتجمد بمرور الوقت وقت وصولها لسطح الكوكب. فمهمة بيرسيفيرنس روفر تعتبر من أهم مهمات كوكب المريخ بشكل عام، لأن هدفها الأساسي هو اكتشاف أي أثر كيميائي أو بيولوجي لحياة عاشت على كوكب المريخ من ملايين السنين إن وجدت، واللي تعتبر الخطوة الأهم في استعمار الكوكب الأحمر وهبوط أول فريق من رواد الفضاء عليه سنة 2030. لكن لو الجزء المعدني بين الصخور في الصورة دي اللي تكلمنا عنه أقنعك، في الغالب هيكون اقتناعك بالصور اللي هتشوفها دلوقتي شبه مستحيل. حاجة مثلا زي التوت الأزرق المريخي اللي قدامك ده، سنة 2004 بعد هبوط المركبة أوبورتيونيتي بكام شهر التقطت المركبة صور لحبيبات شكلها غريب على سطح الكوكب، حاجة كده شبه التوت الأزرق. العلماء فضلوا يلفوا حوالين نفسهم لحد ما استنتجوا ان دي صور لصخور صغيرة غنية بالحديد. بس حتى لو صخور ليه شكلها كده أصلا وتكونت ازاي؟ لكن عايز أقولك ان إجابة السؤال ده ما زالت مجهولة لحد اللحظة دي، فكل آراء العلماء اجتمعت على إن الشكل ده نتيجة للمية اللي كانت بتجري على أرض المريخ من مليارات السنين، واللي بتركيبها الكيميائي المميز قدرت إنها تكون الشكل ده من الصخور باللون الرائع اللي قدامك دلوقتي. صورة تانية قابلتنا أثناء استكشافنا للمريخ هي الدونة المتغطية بالسكر والمحشية بالجيلي،
دي كانت التسمية اللي حطها العلماء لشكل جديد تم رصده على الكوكب الأحمر في يناير 2019 عن طريق المركبة أوبورتيونيتي. لكن الحقيقة إن الشكل نفسه مش غريب، على عكس المفاجأة المريبة جدا لما المركبة صورت نفس المكان من 15 يوم قبلها. الدونات دي ما كانتش موجودة في المكان ده أصلا، محدش كان عارف الدونات دي جت منين، بس مع مزيد من البحث والاستنتاجات العلماء قالوا إن الدونات دي هي في الحقيقة صخرة، وإحنا ما شفناش الصخرة دي قبل كده، عشان احتمال كبير إن الصخرة دي كانت مدفونة تحت رملة المريخ، ومع مرور المركبة من فوق الرملة دي اتشكلت الصخرة بشكل غريب وطارت لمكان جديد عشان تظهر في الصور الجديدة اللي قدامك دي. عشان نوصل لأهم صورة قلبت كل الأوساط العلمية، وهي اكتشاف شعاب مرجانية أو وردة على كوكب المريخ. في شهر فبراير 2022 نزل خبر إن مركبة كريوسيتي صورت صورة لحاجة شبه شعاب مرجانية على شكل وردة. هل فعلا ممكن تكون حفرية لشعاب مرجانية؟ هل فضلت في مكانها بعد ما المية جفت في المكان ده؟ الحقيقة إن أصل الصورة دي كان غريب جدا، فعن طريق تحليل الوردة الصخرية كيميائيا قدر العلماء إنهم يأكدوا إنها عبارة عن تشكيل معدني مجهري اتكون نتيجة لترسيب المعادن من المية اللي كانت موجودة على كوكب المريخ من مليارات السنين. هي ممكن يكون شكلها كبير في الصورة، بس حجمها الأصلي هو أصغر من الجنيه الفضة. الشكل ده بيتكون من مجموعات بلورية ثلاثية الأبعاد مصنوعة من مزيج من المعادن، وعندنا حاجات شبهها على كوكب الأرض، أحجامها بيبقى أصغر من كده في أغلب الأوقات، وبتحتاج مايكروسكوب عشان تقدر تصورها بالتفصيل. لكن بالرغم من إن الصور دي بعد ما قدر العلماء على كشف أسرارها وسببت لهم إحباط شديد جدا نتيجة لأملهم في إيجاد حياة ولو حتى ميكروبية على سطح كوكب المريخ، إلا إن المركبة كريوسيتي قدرت خلال رحلتها بين رمال الكوكب الأحمر إنها تأكد على اكتشافين مهمين جدا لحياة محتملة على الكوكب الأحمر. أول دليل كان جزيئات عضوية في صخور رسوبية قريبة من السطح عمرها حوالي 3 مليار سنة. لكن اكتشاف الجزيئات العضوية مش دايما بيكون نتيجة لكائنات عضوية حية، ممكن الجزيئات العضوية تنتج عن عمليات غير بيولوجية، وبالتالي مش شرط تكون الجزيئات العضوية دليل على وجود حياة سابقة على الكوكب. لأن عالمة الكيمياء الحيوية والجيولوجية جين أيجنبرود من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أكدت على أن مركبة كريوسيتي معرفتش تحدد مصدر الجزيئات، لكن حتى لو كانت الجزيئات ليها أصل عضوي أو لأ فهي برضو بتقدر تدينا أدلة على ظروف الكوكب والعمليات الجيولوجية اللي كانت بتحصل عليه من مليارات السنين. عشان نوصل للدليل الثاني والأهم، وهو انبعاثات غاز الميثان الموسمية. في ورقة بحثية جديدة تانية وضح العلماء اكتشافهم للتغيرات الموسمية في غاز الميثان في الغلاف الجوي الخاص بكوكب المريخ على مدار ما يقارب الثلاث سنين مريخية، يعني حوالي 6 سنين على كوكب الأرض. فوكالة الفضاء الأمريكية بتأكد على أن التفاعلات الكيميائية ما بين المية والصخور ممكن تكون السبب في توليد غاز الميثان، لكن العلماء قالوا إن ده مش شرط يكون السبب الوحيد لوجود غاز الميثان، وإننا لازم نحط في الاعتبار وجود حياة في أعماق الكوكب واللي ممكن تكون مصدر مهم جدا لغاز الميثان. فالميثان عامة تم رصده قبل كده في الغلاف الجوي لكوكب المريخ على شكل أعمدة كبيرة وغير متوقعة بالمرة. وفي النتائج الجديدة الخاصة بالمركبة لاحظ العلماء في منطقة جيل كريتر إن بيحصل تقلب في نسبة الميثان من موسم للتاني، بحيث انها بتكتر في الفصول الدفئه زي فصل الصيف وبتقل تدريجيا مع انخفاض الحراره لحد فصل الشتاء. طيب هل ده مثلا دليل على ان في حياه ميكروبيه على المريخ بتؤدي للتقلبات دي؟ طيب هل في تفاعلات بتحصل في الصخور ممكن تاثر على درجه الحراره وبالتالي بتغير في نسب الميثان؟ كل دي اسئله حيرت العلماء لعشرات السنين، اسئله كتيره جدا بتخلينا نفكر هل فعلا كوكب المريخ ممكن يكون عليه حياه في مكان ما تحت سطحه في الكهوف والاعماق؟ طيب يا ترى هيكون ايه رد فعلنا كبشر لو قدرت المركبة بيرسيفيرنس انها تكتشف اثر الحياة ولو حتى ميكروبية على سطح الكوكب الاحمر؟ السؤال نفسه في حد ذاته مرعب جدا، ولا ايه رأيك؟ مستني اعرف رأيكم في الكومنتات. لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك عشان ده بيخلي الفيديو ينتشر اكتر ويوصل لأكبر عدد ممكن من اصدقائنا اللي مهتمين باستكشاف الكون. ولو بتشوفنا للمرة الاولى ما تنساش الاشتراك في القناة عشان تكون معانا في كل رحلاتنا الجديدة، واشوفكم الحلقة الجاية مع رحلة جديدة بين النجوم.